كشف المشجع العراقي إسماعيل الرفاعي أنه حصل على قميص لاعب المنتخب الوطني المغربي رومان سايس خلال إحدى مباريات الأسود في كأس العالم قطر 2022، ورفض بيعه رغم أن ثمنه بلغ 10,000 دولار. وقال إسماعيل الرفاعي لوسائل إعلام عراقية في مباراة المغرب والبرتغال وبعد فوز المنتخب المغربي: توجه صوبي كابتن المنتخب المغربي رومان سايس وأهداني القميص من بين 44,000 متفرج. هذا القميص وصل سعره 10,000 دولار حاليا، وما بعته لأني أعتز بهذه الذكرى. وأوضح إسماعيل الرفاعي: كنت واقف ورجلي مبتورة وأعطيته علم المغرب الذي كنت ألتحفه، وبعدما تسلم العلم المغربي أعطاني قميصه الخاص. وأشار المشجع العراقي إلى أنه مشجع أرجنتيني قديم منذ 1994، لكن في المونديال شجعت المغرب لأنه بلد عربي، وهذا كان حافزا لي